اهلا بيكم في فيديو جديد مع مهندسي ديكور لميا حسن وقناة انتيريور كونكشن، وفيديو جديد عن موضة السجاد في 2022 وازاي نفرش بيتنا ونختار السجاد المناسب ليه. بس ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب ودعموني بكومنت وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل فيديوهاتي الجديدة، ويلا بينا نبدأ. الألوان المحايدة هي الأحدث في الموضة في 22. الألوان المحايدة اللي هي طبعا الرمادي والبيج والأبيض، والرمادي مكتسح جدا في الفترة الحالية وبدرجاته كلها. طبعا ده بيعتمد على الديزاين بتاعنا والستايل اللي احنا هنشتغل بيه. بشكل عام الألوان المحايدة والستايلات اللي احنا هنتكلم عن اللي في 22 بتعتمد على المودرن والجاباندي والاسكندنافي والحاجات المعاصرة كلها، اللي هي بتستخدم أقل ألوان ممكنة وأقل خامات، وبتبقى ألوانها مايلة للطبيعة أو معظمها ألوان محايدة. فعشان كده بتبقى السجادة الرايقة خالص ديت بتبقى مريحة قوي في الفرش. نبعد عن اللي يفرش بالستايلات الجديدة ديت، يبعد تماما عن الحاجات الستيل، التفاصيل الكتير قوي في السجاد، الالوان القوية في السجاد، كل ده ضد الشغل بتاع الستايلات اللي اتكلمنا عنها. طيب هنجيب الوان ايه او سجاد ايه؟ اولا السجاد هنا بيبقى ثلاث حاجات. الحاجة الاولية ان هو يكون سجاد لون واحد فيه سادة، وده منتشر قوي. اللي بعديه على طول هو ان يكون لون واحد بس درجات مختلفة من اللون، يعني سجادة فيها رمادي غامق وفاتح وافتح وهكذا، او بيجات برضو بكل درجات البيجات، و يعني بيعتمد على توظيف اللون في مساحة السجادة نفسها او التصميم نفسه. بعد كده ان هو يكون السجادة تكون زي الشاج مثلا، درجة واحدة او يعني لون واحد وزي الشاج وعالية شوية. بس الشاج الحقيقة بتبقى حلوة في اوضة النوم مثلا، انما ما بتبقاش في الاوض اللي محتاجة تنظيف يومي زي الليفينج روم، ولا حتى في السفرة حتى لو كنا بنستخدمها مع الضيوف بس، لانها بتبقى البقع والحاجات دي مش عملي معها. فالشاج مش من السجاد، ممكن يكون شكله حلو انما مش احسن حاجة نحطها في اوضة عملي، ممكن نحطه في صالون او اوضة ما عليهاش ضغط عالي. نرجع للسجاد العادي اللي هو بيكون مثلا ممكن يكون فيه اشكال هندسية، ودوت مكتسح برضو الفترة الحالية، ومثلا تكون فيه مربعات مثلثات او حاجات موتيفة بتاعته بتعتمد على الاشكال الهندسية. الحقيقة ان النوعين دول من السجاد بيخلوا التصميم سهل جدا وناجح جدا، واحنا بناخد منه ممكن مثلا برضو اللي بعد كده على طول ان يكون السجادة فيها لونين مع بعض او ثلاث الوان بس كلها الوان محايدة، وممكن يكون منها واحد مثلا ازرق او زيتي او حاجة على حسب التصميم اللي احنا بنختاره. يعني انا لو عايزة الاوضة بتاعتي تعتمد على اللون الازرق مثلا، بس زي ما اتفقنا ان الافضل ان يكون كل حاجة محايدة وبعدين نحط بس تاتشات من اللون الازرق، فيبقى ظريف ان السجادة مثلا يكون فيها جزء ازرق غامق مثلا او افتح شوية، ويرد عليهم المخدات بالطريقة دي. فهنا هيبقى ظريف ان احنا يكون فيها اكتر من لون، ما يكونش بس رمادي، او رمادي ونخلي الاكسسوارز بس هي اللي بتنشر اللون الازرق في الحيطة مع الاكسنت وول مثلا. فبدام احنا عايزين نوصل لبيت هادي والريلاكسيشن فيه عالي والاسترخاء يعني فيه عالي، فلازم ان احنا نستخدم كل الالوان المحايدة ونضيف ليها الالوان بعد. تمام، دوت جزء من الموضة بتاعت 22. الجزء التاني هو العكس تماما، العكس تماما ان هو بيستخدم التصاميم اللي بيبقى فيها الالوان مفرقعة قوي، ودوت هتلاقيه في الفترة اللي جاية برضو واخد مكان كبير قوي، لان هو دايما بيظهر الحاجة وعكسها.
فاحنا بقالنا فترة طويلة بنشتغل على الهدوء والاسترخاء والألوان المحايدة، ففي ناس بتبقى فنانين أو مصممين بتعكس الموضوع تماما، فيعني اللي بيناسبه الستايل ده هيكون الألوان القوية الفاقعة، بتبقى هتلاقيها منتشرة في السجاد. الستايل دوت مش هيناسب كل الناس، أنا عن نفسي ما برجحوش، انما وخصوصا في حاجة زي السجاد، لان مساحة السجادة جزء كبير من التصميم مش حاجة بسيطة، فعشان كده احنا لازم ناخد بالنا قوي لو احنا هنختار حاجة زي كده. بقيت بقى انواع الستايلات عموما، كان في الترانزيشنال وهو بيبقى نقلة اقل شوية من الترانزيشنال، او الترانزيشنال هو نقلة ما بين حاجتين او دمج هو بين حاجتين، بيبقى بيستخدم تفاصيل اقل انما بيبقى فيه تفاصيل، وبيكون كمان بيعملوا ووش اوت في حتت من التصميم او مسح يعني لجزء من التصميم، فبتلاقي ان التفاصيل ساعتها كده مستخبية او يعني باينة بشكل مختلف زي ما انتم شايفين. فدوت هو الترانزيشنال. بعد كده طبعا في الستايل القديم اللي هو الستيل او الترديشنال، وهو دوت اللي بيعتمد بقى زي الايراني وزي الباكستاني والهندي، اللي هو اشهر سجاد في العالم، ودوت بيعتمد طبعا هو بيشتغل بخامات طبيعيه زي الحرير والصوف، والخامات دي بتمص اللون جامد جدا، فبيبقى الوانها قويه وواضحه. طبعا الستيل، الناس اللي بتحب الستيل، وطبعا ده ستايل محترم جدا، الناس اللي بتحب الستيل والتفاصيل والدقه في كل حاجه بتبقى بيناسبهم قوي الستايل دوت، وطبعا بتبقى الوانه معظمها بتبقى النبيتي او الازرق او البيجات برضو والبنيات، فدوت من الحاجات اللي محترمة طبعا جدا. كمان الناس اللي عايزة تعرف الفرق بين السجادة الحرير الطبيعي والحرير اللي مش طبيعي او الهاند ميد واللي مش هاند ميد، هتلاقي انك انت لو تنيتي السجادة الحرير هتلاحظي مكان الغرز دي الحرير الطبيعي، انما لو السجادة مش طبيعي ومش هاند ميد، فلو تنيتي السجادة معمولة مكان لا يمكن تلاقي مكان الغرز. كمان لو مسكتي السجادة كلها من الشراشيب بتاعتها، جزء من الشراشيب هتتقطع لو هي مش كلها حرير طبيعي، لانها في السجادة المعمولة هاند ميد وحرير طبيعي بتبقى مشدودة من اول السجادة لاخرها، فلما بتمسكيها من خيط واحد بس في الشراشيب بتاعتها فبتكون هي لو طبيعية ما طبعا ما بتتقطعش، انما لو مش طبيعية لان هم بيركبوا بس الشراشيب حرير طبيعي ويجي يروح حرق لك واخد واحدة وحرقها، فتعرفي ان هي مش بلاستيك، تعرفي ان هي طبيعي، فتتخيلي ان هو دي سجادة حرير طبيعي، بس هي لا مش كده، ده نوع من الغش. كده وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا النهاردة، بس في جزء تاني عن مقاسات السجاد، ازاي نختار مقاسات السجاد وحاجات كتير عن السجاد. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتدعموني بكومنت وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا الفيديو الجاي والفيديوهات اللي بعدها. شكرا، وإلى اللقاء مع مهندس الديكور لميا حسن وقناة انتيريور كونكشن.